مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون غاية في الأهمية لأن عندنا أخبار كتيرة جدا جدا متعلقة بالنادي الأهلي واستعداداته للفترة القادمة ومستهل المشوار الأفريقي. كمان عندنا أخبار متنوعة سواء محليا أو عالميا هنتكلم عليها بتفاصيل كتيرة جدا. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفني ونورني في الاستوديو الأستاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق وهنتكلم في ملفات كتيرة جدا على الساحة الرياضية بشكل عام. عندنا كلام كتير جدا خلينا نقوله بعد ما نروح نشوف أهم وأبرز العالم. يلا بينا. الأهلي واصل الاستعدادات لمواجهة اطلع بره. لاسارتي يجرب الصفقات الجديدة ويحذر من بطل جنوب السودان. الأهلي يحدد ثلاث ملاعب لمباراته في الدوري وأفريقيا. إقامة الكأس في الموسم الجديد أثناء أمم أفريقيا تحت 23 سنة. اتحاد الكرة يدرس عدم استضافة مباريات أكثر من فريقين لملعب واحد. الأندية تخاطب الجبلية لسرعة إجراء انتخابات رابطة المحترفين. الأندية الإنجليزية تواصل استعداداتها لضربة بداية البريمير ليج. في الحقيقة هو الكل هنا متحمس لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يعني سواء مخرجين مهاجمين مذيعين أي حد بيعمل هنا في قناة النادي الأهلي متحمس قوي لهذه البطولة، فبالتالي دايما هتلاقوا في الهارات عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولات اللي حققها النادي الأهلي قبل كده وطموحات كبيرة عند الكل وبالتحديد طبعا كل جماهير النادي الأهلي لتحقيق هذا اللقب في هذا الموسم، وخصوصا ان احنا عندنا بداية المشوار الأفريقي، بداية هتكون مهمة جدا جدا بإذن الله هنتكلم عليها بالتفاصيل. لكن بما اننا بنتكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، فالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن منذ لحظات بشكل رسمي تتويج نادي الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019 بعد الأزمة الكبيرة اللي حضراتكم أكيد تابعتوها على مدار الشهور اللي فاتت بسبب مباراة الوداد والترجي ومشكلة الفار، والفار ما كانش شغال وراحوا للمحكمة الرياضية الدولية، وبعدين أدت الملف لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي اللي النهاردة كان عنده اجتماع وأعلن بشكل رسمي من خلال الاتحاد الأفريقي على تتويج نادي الترجي التونسي بهذا اللقب الأفريقي الغالي عشان يصبح اللقب رقم 4 في تاريخ هذا الفريق التونسي. يبقى النادي الأهلي هو متصدر كل الفرق الأفريقية من حيث عدد بطولات دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب. عندنا أمال كبيرة جدا إن شاء الله نوصل لللقب رقم 9 بعد غياب أكثر من 5 أو 6 موسم. متبارك لفريق الترجي التونسي الشقيق وكل التوفيق خلال الفترة الجاية. من الوارد أن يكون في تظلم على فكرة بالنسبة للوداد ومن خلال المحكمة الرياضية الدولية، وكلها أمور هنشوفها. لكن حتى هذه اللحظة خلاص الموضوع أعلن بشكل رسمي بتتويج الترجي بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا، كده هيشارك في بطولة السوبر الأفريقي مع نادي الزمالك بطل الكونفدرالية، وهيشارك أيضا كمان في نهائيات كأس العالم للأندية. طيب ده كان خبر مهم جدا. لكن فيما يتعلق بقى بالنادي الاهلي النهارده في احداث كتيره جدا جدا داخل القلعه الحمراء. من عند الجانب الاداري بالتحديد في اجتماع مهم لمجلس اداره النادي الاهلي ابتدى منذ لحظات او على وشك البدايه بالتحديد، مفترض ان هو يكون في تمام الساعه 6 مساء. اجتماع بنسبه كبيره هيتم طبعا اعتماد عقود اللاعبين الجدد اللي تم انضمامهم للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي سواء اليو ديانج محمود متولي وايضا محمد مجدي قفشه، وده الشق اللي ممكن يكون متعلق بالفريق الاول لكره القدم. لكن اكيد هيكون في قرارات اخرى سواء اداريا، قرارات متعلقه بالجانب الانشائي، قرارات متعلقه بالجانب الاجتماعي، هنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه نتائج اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي في هذه اللحظات من خلال مراسلينا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. من ضمن بقى الاخبار الاخرى المهمه جدا، امبارح خلاص النادي الاهلي استلم رخصه الانديه المحترفه او تم تمديد هذه الرخصه بالنسبه النادي الأهلي في ظل توافر كل الشروط
الخاصة بالفريق من الجانب الإداري والجانب المالي وكل حاجة، ما فيش أي مشكلة خالص بالنسبة للنادي الأهلي، والنادي الأهلي يعتبر هو النادي الوحيد اللي عنده هذه الرخصة، رخصة الأندية المحترفة، واللي تم العمل بها منذ عام 2012 وفضلت مستمرة مع النادي الأهلي حتى الآن. تجديد رخصة الاحتراف للنادي الأهلي بعد أن قام النادي بتطبيق كافة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي فيفا دون ورود أي ملاحظات على الملف الخاص بالنادي، وبعد توافر كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونات لأي أطراف. فبالتالي ايضا ده شيء مهم جدا، النادي الاهلي دايما سباق في كل شيء، هو النادي الوحيد اللي عنده رخصه الانديه المحترفه، دايما النادي الاهلي اي حاجه جديده بيبقى هو اول واحد بيقدر ينفذها، وده شيء احنا متعودين عليه دايما في النادي الاهلي، وكل جماهير الكره المصريه عارفه كده بشكل كويس جدا. طيب العد التنازلي خلاص بيبتدي او ابتدى لمباراه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، هذه المباراه الهامه جدا مهمه ليه؟ لان هي في مستهل المشوار الافريقي، اول بدايه ليه، ضربه البدايه، مهم قوي ان ضربه البدايه تكون قويه، مهم قوي ان انت تكون مركز جدا جدا في كيفيه الفوز بنتيجه مريحه قبل مباراه الاياب اللي هي برده في مصر، المباراتين في مصر، بس انت ممكن يكون عندك ايه؟ مباراه في كاس مصر مع فريق بيراميدز في نص ما بين المباراتين كده، فانت ممكن تكون محتاج ان انت تجرب عناصر، تريح البعض الاخر، فكل دي امور اكيد في اذهان الجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسيرت، لكن من هنا اهم شيء انك تبتدي بدايه مناسبه جدا تديك دفعه للي جاي في البطوله وتديك دفعه لبدايه موسم كروي جديد في مصر، يعني بشكل عام انت هتبقى مركز وتكسب وتبقى عندك المعنويات مرتفعه قبل خوض غمار بطولات عديده وتحديات عديده بالنسبه للنادي الاهلي في هذا الموسم، عندك ماتشين افريقيا، عندك بطوله كاس مصر باذن الله تخلص ويتوج بها النادي الاهلي، عندك كمان مباراه السوبر مع نادي الزمالك وبعد كده تخش على الدوري، فباذن الله باذن الله البدايه لموسم كامل من خلال مباراه اطلع بره، حتى لو في فريق من وجهه نظرنا شويه ممكن يكون ضعيف، لكن فريق بيلعب في دوري ابطال افريقيا حتى لو في الدور التمهيدي، لكن هو بطل جنوب السودان، فبالتالي اكيد هيكون في تفكير جيد وتركيز بشكل كبير جدا على مواجهه هذا الفريق، وان شاء الله تخطي هذه العقبه، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره الافريقي. الفريق طبعا بيواصل تدريباته واستعداداته لهذه المباراه من خلال تدريبات في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بتحديد استاد مختار التتش، وهي تدريبات في الحقيقه مهمه جدا، ابتدت من يوم السبت اللي فات بعد ما كان الفريق خد راحه بعد حسم بطوله الدوري من خلال مباراتي المقاولون والفوز كمان على الزمالك، معنويات مرتفعه ان شاء الله عند اللاعبين، جاهزيه تامه عند الكل تقريبا ال 26 لاعب المتواجدين في القائمه الافريقيه، كلهم جاهزين بنسبه 100% ما عدا مين؟ ما عدا شريف اكرامي، فبالتالي الشناوي طبعا هو كده كده موجود دلوقتي الفتره دي، هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي من منتخب مصر، ومعاه علي لطفي كمان الحارس اللي موجود معاهم، فالامور مطمئنه جدا بالنسبه للقائمه بشكل كامل. بالنسبه لشريف اكرامي خلاص ايام او اسبوع بالكثير ان شاء الله ويكون متواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، بالتالي القائمه كلها جاهزه، في حيره نسبيه كده عند الجهاز الفني يلعب بمين في ظل تواجد عدد كبير جدا جدا من اللاعبين المميزين في هذه القائمة. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في بداية مشواره الأفريقي، وبإذن الله بإذن الله تكون ضربة البداية قوية جدا وتكون دافع أكبر وأقوى لحصد هذا اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الأهلي. عندنا كلام كتير وعناوين كتيرة جدا بتتكلم عن النادي الأهلي سواء في الصحف أو في المواقع، خلينا نبتدي بالصحف، يلا بينا. الأخبار، الأهلي نيو لوك في العيد، لاسارتي يجرب الصفقات الجديدة ويحذر من اطلع بره. الجمهورية، الأهلي حيران قبل اطلع بره. الأخبار المسائي، حوافز جديدة في الأهلي، لائحة غير مسبوقة لاستعادة اللقب الأفريقي ومجلس الإدارة يجتمع اليوم. المساء، دبابة الأهلي في انتظار اطلع بره ببرج العرب، لاسارتي يستقر على البدء بالمالي ديانج، والفيديو يكشف غموض بطل جنوب السودان، الأحمر يجدد رخصة المحترفين ويختار القاهرة والسلام وبرج العرب لمبارياته. الوفد، متولي يقود الدفاع أمام بطل جنوب السودان، الأهلي يطالب الأمن بزيادة الحضور الجماهيري في مباراة اطلع بره، اتجاه لسفر نيدفيد مجددا إلى ألمانيا، وعمار يستنجد بالإدارة ضد النحاس. الأهرام،
الأهلي يستعلم من المقصة عن مستحقاته في صفقة انتقال أنتوي إلى بيراميدز. مصممين ماشي. نبتدي بأهم أخبار الأهلي في الصحف. نبتدي من جريدة الأخبار واللي بتقول إيه؟ بتقول الأهلي نيو لوك في العيد، لاسارتي يجرب الصفقات الجديدة ويحذر من إطلاع بره. النيو لوك متمثل في إيه؟ صفقات يعني جديدة للأهلي ضمها أليو ديانج، متولي أفشة. على فكرة هو مش نيو لوك، هو مجرد تدعيمات استكمال لقائمة النادي الأهلي، تقوية الفريق بشكل أكبر، سد الثغرات. لكن انت لما تيجي تبص كده على كلمه نيو لوك للاهلي، نيو لوك ده لما تكون انت بتغير شكلك بشكل كامل يعني. لكن انت جبت تدعيمات ثلاثه او اربعه برمضان، يعني يعتبر مش لاعب جديد، لكن ثلاثه تدعيمات في ظل قائمه مميزه عندك، فانت لسه عندك اللوك الثابت بتاعك، عندك شخصيتك المعروفه. انت ما بعتش 15 لعيب وجبت 15 لعيب، لا، انت اللعيبه اللي انت كانوا معاك في معسكر اسبانيا هم اللاعبين الموجودين معاك دلوقتي، حطيت لهم او اديتهم او طعمتهم ببعض اللاعبين اللي يضيفوا ليهم، اللي يحققوا اهداف النادي الاهلي. لكن مفيش نيو لوك ولا حاجه، النادي الاهلي هو بقائمته وبالاضافه، الاضافات الجديده وكل حاجه هي اضافات بشانها تقوي من صفوف النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي عارف جدا المميزات اللي عنده في قائمته. لاسارتي يجرب الصفقات الجديدة، وارد ان ممكن مستر مارتين لاسارتي يستعين ببعض اللاعبين الجدد في المباراة القادمة امام فريق اطلع بره، ممكن واحد منهم، ممكن اثنين، ممكن الثلاثة يبتدوا، دي كلها امور متروكة لمستر مارتين لاسارتي المدير الفني، واللي في نفس الوقت بيحذر من مواجهة اطلع بره. في الحقيقة الكل بيحذر، مش مستر لاسارتي بس، وفي الحقيقة ايضا لاعبي النادي الاهلي مدركين جيدا جدا جدا ان الكرة ما فيهاش اسم كبير واسم صغير، لا، اسم كبير ده تاريخ، انت النادي الاهلي اسمك كبير جدا، تاريخك عظيم جدا جدا، مفيش حد قده في افريقيا، دي حقيقه. لكن في نفس الوقت عندك فريق اطلع بره، تاريخه صغير جدا، لكن الكره في الملعب ليها احكام تانية، ليها دلائل اخرى هي اللي بتفرض نفسها خلال المباراة. هل فريق اطلع بره ده قوي جدا؟ انت لازم تكون عامل حسابك على الكلام من ده، ما تبصش خالص لاسمه كتاريخ يعني، مش شرط. ياما بيحصل مفاجآت، لا قدر الله ما تحصلش مفاجأة مع النادي الاهلي. بإذن الله اللاعبين مركزين كويس قوي ومدركين كويس جدا ان احنا لازم نعدي هذه العقبة بالشكل الجيد اللي يدي دافع لما هو قادم من بطولات مختلفة، سواء محليا او استكمال المشوار الافريقي بإذن الله. الطموح بالنسبه للمشروع الافريقي واصل لفين؟ لحد النهائي، مش النهائي بس، في الحقيقه هو الطموح واصل لحد الفوز باللقب، مش الفوز باللقب كمان، انت هدفك الاساسي كجماهير النادي الاهلي او كل الجماهير وكل الاهلاويه المشاركه في كاس العالم للانديه، هو ده طموح النادي الاهلي هذا الموسم، ان شاء الله يتحقق من خلال ضربه البدايه امام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. نروح للجمهوريه، الجمهوريه بتتكلم في ايه؟ الجمهوريه بتتكلم على ان الاهلي حيران قبل اطلع بره. حيران من ناحيه ايه؟ من ناحيه التشكيل. عندك ما شاء الله لا قوه الا بالله جاهزيه تامه ل 25 لاعب في القائمه الافريقيه فيما عدا اكرامي اللي خلاص قاب قوسين او ادنى من زي ما قلت لحضراتكم من المشاركه في التدريبات الجماعيه. لكن كل المراكز، كل اللاعبين الموجودين فيها جاهزين جدا، فالحيره طبيعيه وحيره صحيه عند مستر لاسارتي وجهازه المعاون في اختيار التشكيل الانسب. ربما ان هو يلعب بالتشكيل اللي لعب مباراتي المقاولون والزمالك، ربما، وايضا ممكن ان هو يدخل عناصر جديده من الصفقات، ممكن يعمل بعض التعديلات. كل دي امور بترجع لفكر وخطط واستراتيجيه مستر مارتين لاسارتي والجهاز الفني للنادي الاهلي في خوض المباراه امام فريق اطلع بره. لكن هي حيره لذيذه في الحقيقه، وده الخبر من جريده الجمهوريه، وان شاء الله يكونوا موفقين من خلال هذه الحيرة ان هم يختاروا الانسب باذن الله العناصر اللي تضيف للنادي الاهلي في هذه المباراة، وان شاء الله يكونوا قادرين. اي لاعب هيلعب من الاخر يعني ان شاء الله هو قادر بشكل كبير جدا ان هو يحقق طموحات جمهور النادي الاهلي، وده الاهم بالنسبه لنا كلنا. الاخبار المسائي بتقول ايه؟ حوافز جديدة في الأهلي، لائحة غير مسبوقة لاستعادة اللقب الأفريقي، ومجلس الإدارة يجتمع اليوم. مجلس الإدارة يجتمع اليوم، دي احنا اتكلمنا فيها وقلنا لحضراتكم في بداية الحلقة عن هذا الخبر، وهنتابع
على مدار الحلقة آخر الجديد بخصوص اجتماع مجلس الإدارة. لكن حوافز جديدة في الأهلي شيء طبيعي، ده بيبقى طبقا للائحة اللي بيحطها مدير الكورة أو جهاز الكورة بالنادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد بالتنسيق مع رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب. ممكن يكون في تعديلات في اللائحة، هي لائحة موسم جديد، فلازم أنت ليك وجهة نظر معينة، ليك أهداف معينة. فمن وجهة نظرك أنت كمسؤول في النادي الأهلي، شايف أن أنا عايز أدي دوافع كبيرة، أدي أمور تحفيزية أكبر، بطولة معينة دي هيبقى ليك مكافأة كذا، لو كسبت لي دور مهم قوي وعديت ووصلت للدور مكافأة أكبر بالشكل، ولو سامبا لو جبت لنا البطولة نفسها هيبقى ليك كل اللي أنت عايزه في الحقيقة، لأن ده هدف لكل الأهلاوية يعني. فهي أمور طبيعية يعني، ده أمر مطروح للجانب الإداري في النادي الأهلي. لكن برضه أنا عايز أكد، لعيبة النادي الأهلي مش مستنية حوافز، مش مستنية لايحة مفصلة عشان أتحفز وألعب بقلب وبروح عشان أخد البطولة، لا مش دي لعيبة الأهلي. لعيبة الأهلي عارفين كويس جدا إن هم مجرد ما بيلبسوا التيشيرت بتاع النادي الأهلي الأهداف لازم تتحقق. اللي بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في بطولات محلية، كأس مصر، دوري، سوبر، بتتمثل في بطولات أفريقية، دوري أبطال أفريقيا وده الأهم طبعا، والسوبر الأفريقي، وكمان مشاركة في كأس العالم للأندية. الجوانب المادية أكيد الكل بيفكر فيها، شيء مفروغ منه يعني، لكن في نفس الوقت أنت عارف كويس قوي قوي المطلوب منك، وعارف كويس قوي قوي إن النادي الأهلي دايما بيقدر ولاده اللي بيتعبوا وبيجتهدوا وبيحققوا النتائج المطلوبة. طيب نروح للمسا، والتكهنات مستمرة بخصوص الصفقات الجديدة وإمكانية مشاركتها في المباراة الأولى في الموسم الجديد بالنسبة للنادي الأهلي مع فريق اطلع بره. دبابة الأهلي في انتظار اطلع بره ببرج العرب. لاسارتي يستقر على البدء بالمالي ديانج، ده من جريدة المسا وده على عهدة المسا. والفيديو يكشف غموض بطل جنوب السودان، طارق سليمان يحرز المرمى في المران والسولية يهز شباكه بهدف. ماشي طارق سليمان هو كده كده الراجل بقاله كتير ما بيقفش حارس مرمى، فطبيعي السولية وكله يجيب فيه أهداف يعني في الحقيقة. لكن أنا هعلق على الخبر ده قبل ما نروح لشريف شعبان سريعا. دبابة الأهلي هم بيتعلقوا أو بيتكلموا هنا على مين؟ على اليو ديانج لاعب النادي الأهلي الجديد اللاعب المالي، وبيقولوا إن مستر لاسارتي استقر على إن ديانج يبتدي في نص الملعب في مباراة اطلع بره في ظل تألقه في التدريبات. الكلام كمان على إن الفيديو بيكشف غموض بطل جنوب السودان. طبعا احنا عارفين ان الفريق ده مجهول شويه، لكن في شرايط فيديو كتيره وصلت للجهاز الفني للنادي الاهلي، واتفرجوا بشكل مفصل على هذا الفريق وعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف، وان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في التعامل الجيد مع هذه المباراه. عشان نطمن بشكل اكبر بشكل طبيعي جدا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. خليك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، عايزين نطمن على استعدادات النادي الاهلي ومران الفريق في هذه اللحظات قبل ايام قليله جدا من مواجهه فريق اطلع بره، طمنا. انا اقول لك عشان معايا النهارده يمكن اخبار دسمه كتير. اتفضل. بداناها بحضور رئيس مجلس اداره النادي الاهلي طبعا الكابتن الكبير محبوب الاهلاويه كابتن محمود الخطيب، يمكن عقد كاس مع اللاعبين حوالي 20 دقيقة فداخل غرف الملابس طبعا الجديدة. بعديها كان في اجتماع كابتن خطيب مع مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ مع كباتن الفريق الكابتن شريف الفرامي والكابتن حسام عاشوري حوالي 20 دقيقة كده بجانب من الملعب. على الجانب الآخر كان في تأهيل لمحمد محمود وسعد التلميذي الساعة 4:30 عصرا، وكان في نفس الوقت برضو كان شريف اكرامي بس كان التأهيل بتاعه في الجيم. فريق نجد بيواصل التأهيل، الشناوي بيواصل التأهيل الان او تمرين خفيف مع كابتن مؤمن زكريا ايضا بيواصل التأهيل، كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر والحراس علي لطفي مصطفى شهير احمد طارق يمكن امامي الان بيجري لهم التدريبات. يمكن مستر كان حريص يقعد مع الدكتور خالد محمود وكريم يسري عشان يساعدنا على كريم كويس. كابتن خطيب كان حريص وقتها خروجه من الملعب عشان متجه لمجلس الاداره عشان يسمع مجلس الاداره، كان حريص يقعد برضه مع كريم ويساعدنا على كريم. نيدفيد يمكن كان في جلسه منذ قليل بين مستر لاسارتي والكابتن حسام عاشور، وابتدى التمرين في اجتماع لمده حوالي 10 دقائق كان في لاسارتي مع اللاعبين عن اهميه مباراه اطلع بره بعد مشاهدة فريق اطلع بره وعدم الاستهواء بالخصم وطلبهم بالحصول على الثلاث نقاط سابقة او الفوز في المباراة علشان خاطر مباراة العودة تكون طبعا سهلة.
في جديه عمليه في التمرينات، يمكن الراجل بادئ التمرينات يمكن تدريبات بدنيه باذن الله يكون الفوز حليف في النادي الاهلي يوم الاحد القادم في برج العرب امام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. طيب يا شريف، يعني الكابتن محمود الخطيب كده اجتمع مع اللاعبين على الساعه 6 قبل انطلاق المران بحوالي 10 دقائق، وبعد كده توجه لغرفه الاجتماعات، كده احنا بنتكلم صح؟ الكابتن خطيب جه الملعب حوالي الساعه 5:30 دخل لغرفه اللاعبين قعد معاهم شويه، وبعد كده هو جلسه مع كباتن الفريق وطبعا مدير الكره جلسه حوالي 20 دقيقه، وبعد كده اطمئن على كلمه هو خارج واتجه على طول لمجلس الاداره في حدود الساعه 6 وال10 جاي، يمكن استمرت الكره حوالي 40 دقيقه حوالي 40 دقيقه كان مع لعيب النهارده النادي الاهلي. طيب في الجانب الفني بقى بالتحديد، البعض بيتكهن واخبار الصحف معانا والمواقع النهارده بتقول ان في عناصر جديده من الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي ممكن يشاركوا في مباراه اطلع بره، هل عندك اي ملامح للجزئيه دي بالتحديد وانت اكتر واحد قريب ومتابع تدريبات الفريق؟ هل ممكن نلاقي اليو ديانج متولي قفشه بيبتدوا اساسي ولا لسه الامور ما بانتش؟ بصوا يا زميلي امير، الكوره مش كيمياء، الكرة واحد زائد واحد بيساوي اثنين، مفيش صفقة جديدة أو لعيب جديد يقدر يخش على الفرقة على طول. لازم يعني يخش في التمرينات فترة، وبعد كده مباريات ودية، وبعد كده يبدأ عشان يبقى استجابة. ممكن يلاقي واحد، وارد، لكن اثنين ثلاثة هتبقى صعبة جدا طبعا. ممكن يلاقي واحد على دكة البدلاء، وارد، لكن اثنين ثلاثة صعبة جدا. أنا توقعي الشخصي من قرب التمرينات لا، هتلاقي الهيكل الرئيسي هو اللي ختم بيه آخر مباراتين علشان خاطر الانسجام، علشان خاطر اللعيبه فاهمه بعض، خلاص من بعض ويقدروا باذن الله يكون الفوز متناول يده. انا غادر ليه ولاعب بعيد بدري ليه ولسه ما انسجمش مع باقي زملائه؟ طبعا تقلنا تدريب ما فيش الكلام ده خالص. طبعا لا، بس يعني برضه ممكن الراجل ممكن يفكر يدفع بلعيبه، وده شيء عادي، احنا في عصر الاحتراف يعني ما فيهاش حاجه. وارد يبقى واحد، لكن انت قصدك يعني يا شريف ان مش هيكون في تغيير جذري في الفريق يعني قبل مواجهه فريق يطلع بره يعني، لكن وارد ان يكون في بعض التطعيمات بالنسبه للتشكيل الاساسي يعني. انا توقعي الشخصي مش هيبقى فيه، لكن ممكن تلاقي على دكه البدلاء، وارد تلاقي على دكه البدلاء، ممكن تلاقي واحد في الملعب لو احتاج مثلا في احد المراكز تلاقي لعيب في الملعب، ولكن الصفقات عشان يشاركوا مره واحده كده لا. طيب برنامج الفريق حتى موعد المباراه هيكون ايه يا شريف؟ لسه طبعا النادي الاهلي ما اعلنش عنه، طبعا احنا بنحترم هنا النادي الاهلي، كل واحد ليه شغله وكل واحد ليه سيستمه، بيعلم التكتيكات الحقيقيه طبعا الاداريين عن برنامج النادي الاهلي. المفروض النهارده بعد انتهاء التمرين يعني عن البرنامج، ولكن المتوقع ان هو يبقى التمرين موجود لحد يوم السبت مثلا، ويسافروا او ممكن يسافروا الجمعه، لسه هنعرف بعد انتهاء التمرين، لان طبعا الكابتن حسن حسين بيبلغ اداره الكره او الاداريين، وازاي بلغوا بقى الموقع الرسمي وقاعات النادي الاهلي وباقي الزملاء الاعلاميين. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز المتالق شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي طمنا بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق لمباراه اطلع بره من خلال مران اليوم، وبنسبه كبيره يعني خلينا نقول لحضراتكم قبل المباراه ب 48 ساعه هيكون في معسكر للنادي الاهلي هناك في مدينه برج العرب استعدادا لهذه المباراه. هنشوف طبعا طبقا لبرنامج الخاص بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، طبعا مستر مارتين لاسارتي وجهازه المعاون. اتكلمنا عن المسا، نروح للوفد. الوفد بتقول ايه عن النادي الاهلي النهارده؟ بتقول ان متولي يقود الدفاع امام بطل جنوب السودان، نفس الجزئيه اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيها. الاهلي يطالب الامن بزياده الحضور الجماهيري في مباراه اطلع بره واتجاه لسفر نيرفيد مجددا. طب خلينا ناخد العنوان واحده واحده. متولي احنا خلاص اتكلمنا في الموضوع ده، هل هيبدا المباراه ولا لا؟ لسه الامور مش واضحه يعني، لكن اكيد مستر لاسارتي هو اللي عنده القرار الاخير يعني، وهو ادرى بامكانيه ومدى صلاحيه البدء بصفقه جديده في المباراه. يعني مثلا الوفد قالت لك ان متولي هيبتدي، مين المسا قالت ان اليو ديانج هيبتدي، فكله بيتكهن كله بيتوقع، فهنشوف في الاخر مين هيبتدي، التشكيل هيكون شكله عامل ازاي. الاهم بالنسبه لنا كلنا او بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه ايه؟ هو ان انت تكسب المباراه، صفقه جديده تبتدي ما تبتديش، المهم الاهلي ان شاء الله باذن الله يبتدي باداء جيد وفوز رائع ان شاء الله على فريق اطلع بره. ناخد الاجزاء الاخرى من العنوان من جريده الوفد.
الاهلي يطالب الامن بزياده الحضور الجماهيري. احنا عارفين الامن وافق على 10,000 مشجع، حتى الان ما فيش اي زياده في حضور الجماهير، لكن ربما ان يكون في محاولات من النادي الاهلي مع الامن بحضور ضعف هذا العدد. هنشوف الايام القليله المجوره هتسفر عن ايه، لكن حتى الان طبعا ومؤكد ان شاء الله باذن الله حضور 10,000 مشجع للنادي الاهلي من استاد برج العرب. اتجاه لسفر كريم نيدفيد مجددا الى المانيا. طيب بالنسبه لكريم نيدفيد، هو عنده اصابه في الركبه، كان عامل جراحه الغضروف في المانيا من فتره. الاصابه دي بالنسبه لكريم نيدفيد واخده وقت شويه، في برنامج محدد وضعه الطبيب الالماني ماشي عليه كريم نيدفيد هنا في مصر. اول ما هيخلص البرنامج ده بشكل طبيعي جدا هيروح لالمانيا تاني عشان الطبيب يبص عليه ويبص على ركبته ويشوف الامور ماشيه ازاي ومدى تطور حاله كريم نيدفيد. لكن ما ينفعش ان هو يمشي يروح المانيا قبل ما يخلص البرنامج اللي تم وضعه من قبل الطبيب الالماني. دي معلومه احنا بنقولها لحضراتكم. حتى الان كريم نيدفيد مستمر لانهاء البرنامج العلاجي الخاص به هنا في القاهره، واول ما يخلص البرنامج ده هيروح مباشره لالمانيا عشان يطمن بشكل اكبر، والبرامج الاخرى العلاجيه سواء العلاجيه او التاهيليه بالنسبه للاعب هتكون ماشيه ازاي طبقا لرؤيه الطبيب الالماني، طبعا بالتنسيق مع طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود. عمار حمدي يستنجد بالاداره ضد النحاس، الخبر ده انا مش هقدر اعلق عليه لان ده شان خاص باللاعب نفسه ووكيله، يعني امور ما نقدرش احنا ما عندناش عن معلومات بيها يعني، لكن هي على عهدة الوفد في كل الاحوال. خلينا نروح للاهرام. الاهرام بتتكلم عن الاهلي، بتقول ان الاهلي يستعلم من المقص عن مستحقاته في صفقه انتقال انتوي الى بيراميدز. احنا عارفين ان انتوي كان لاعب سابق في النادي الاهلي، وبعد كده الاهلي باعه للمقصه وحط النادي الاهلي في بند العقد، يعني احدى بنود التعاقد مع المقصه، ان لو تم اعاده بيع اللاعب من قبل نادي مصر المقصه يكون في حوالي 15% من عائد المقابل المادي اللي هيتم بيع بيه اللاعب. فبالتالي اللاعب راح بيراميدز، فكلها امور اداريه، يعني النادي الاهلي اكيد يعني بيبقى مركز في حقوقه بشكل كبير جدا، فاكيد النادي الاهلي طالما ليه حق، ونادي المقصه اداره محترمه جدا ونادي محترم جدا، اكيد لو النادي الاهلي ليه حق وده شيء مؤكد هيدول النادي الاهلي. امور بسيطه والعلاقات ممتازه في الحقيقه ما بين النادي الاهلي وكل الانديه، يعني مختلف الانديه يعني. طيب دي اخبار النادي الاهلي في الصحف، اللي كتب عن النادي الاهلي في المواقع ايه؟ نروح نشوف. اليوم السابع، الأهلي واصل الاستعداد لمواجهة اطلع بره. صدى البلد، الأهلي يحدد 3 ملاعب لمبارياته في الدوري وأفريقيا. فيتو، الكاف جماهير الأهلي تتمسك بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا. مبتدا، لاسارتي يبلغ إدارة الأهلي بموقفه من العروض. في الجول، يونيفرسيداد دي تشيلي لاسارتي لن يرحل عن الاهلي. الشروق، تقرير انجليزي، ليفربول استفسر عن امكانيه ضم حارس الاهلي. سوبر كوره، سعد سمير ينهي ازمه دفاع الاهلي قريبا. الوطن سبورت، عروض برازيلية لجيرالدو واتجاه لبقاء باسم علي في الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، منة الله ومدحت سعيدة بارتداء قميص الأهلي. طيب كالعادة الكل بيتكلم على استعدادات النادي الأهلي لمباراة اطلع بره، واحنا اتكلمنا على الاستعدادات بشكل مفصل، فبالتالي اليوم السابع بتقول ان الفريق بيواصل استعداداته، وده شيء وامر طبيعي جدا، المهم ان الاستعدادات تكون مناسبة وقوية، وده اللي بيحصل حاليا في النادي الأهلي، ودايما استعدادات النادي الأهلي لأي تحدي بتبقى استعدادات قوية، ما بتقلش قوة عن أي استعدادات لمباراة خاصة حتى، يعني الهدف دايما بيبقى واحد، يعني انك تكسب إن شاء الله بإذن الله. نروح لصدى البلد، الأهلي يحدد
ثلاث ملاعب لمبارياته في دوري في الدوري وافريقيا. ثلاث ملاعب هم ايه؟ استاد القاهره الدولي واللي النادي الاهلي خلاص تعاقد مع هيئه الاستاد بشكل رسمي ان شاء الله، اول ما الاستاد يجهز ويخلص كل صياناته هيستضيف مباريات الاهلي الافريقيه والمحليه. الخيار الثاني بالنسبه للنادي الاهلي هو استاد السلام واللي بيظهر او ظهر بشكل اكثر من رائع في بطوله الامم الافريقيه في مصر. والاختيار الثالث استاد برج العرب، وايضا خلال مباراتي المقاولون والزمالك مع النادي الاهلي شفنا الاستاد حالته كويسه، ارضيه الملعب ارضيه كويسه، لكن النادي الاهلي طبعا حط الخيارين دول في الاول. الخيار الاساسي هو استاد القاهره، ده نفسنا طبعا يعني شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي بيلعب على ارضيه استاد القاهره او الملعب نفسه، ملعب مهم قوي قوي قوي. استاد السلام عشان موجود ايضا في القاهره فبالتالي قريب بالنسبه للاعبين، لكن موضوع السفر لبرج العرب ده كان شيء صعب قوي فالنادي الاهلي بيستبعده وحطه في الخيار الثالث. فبالتالي ان شاء الله المباراه بالنسبه للنادي الاهلي بعد الانتهاء من الصيانه في استاد القاهره هتكون على استاد القاهره الدولي طبقا للتعاقد ما بين النادي الاهلي وهيئه استاد القاهره. ده شيء مهم في الحقيقه. ماشي نروح لفيتو. فيتو بتقول ان الكاف بيقول يعني او كاتب على موقعه الرسمي جماهير الاهلي تتمسك بحظ لقب دوري ابطال افريقيا، هو هدف اساسي وهدف اسمى بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. الكل بيتكاتف، الكل متحمس ومتشوق لهذا اللقب داخل النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بشكل عام. ان شاء الله الفريق يكون موفق جدا. الكاف بيتكلموا على ان النادي الاهلي معنويا معنوياته مميزه جدا بعد الفوز ببطوله الدوري الاصعب على مدار تاريخ بطولات الدوري، وبيقول ان المعنويات دي هتدي له دافع كبير قوي قوي قبل بطوله دوري ابطال افريقيا وبدايه المشوار. والنادي الاهلي بيضم عناصر جديده كمان تحت قياده مستر مارتين لاسارتي، ده على حسب طبعا خبر الكاف او الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي، وان ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق. ده مننا احنا بقى، احنا بنقول ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في حصد هذه البطوله. مبتدا بتقول ايه؟ مبتدا موقع مبتدا بيقول لاسارتي يبلغ اداره الاهلي موقفه من العروض. ده الكلام كتير خلال الساعات الماضيه على ان لاسارتي جاي له عروض او عرض بالتحديد من تشيلي ومن اوروجواي في بعض العروض اللي جت لاسارتي، لكن في كل الاحوال لاسارتي على حسب طبعا في الجول ما بتقول ان هو او عفوا مبتدا ان هو ابلغ مجلس اداره النادي الاهلي ان هو مستمر مع النادي، والكلام ده كتير قوي في الحقيقه على مستر لاسارتي، لكن احنا خلينا نقول لكم النهايه بتاعت الموضوع ده كله ان مستر مارتين لاسارتي مستمر مع النادي الاهلي الموسم الجديد اللي هيبتدي. الراجل ابتدى فتره الاعداد، الراجل خد بطوله الدوري على الفريق، كمان مستعد وملم بكل الامور الخاصه بالنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، وكمان الامور المتعلقه ببطوله دوري ابطال افريقيا، وعارف طموحات النادي ايه وطموحات جماهيره ايه. فصعب صعب قوي ان يكون في اي تفكير في ان مستر لاسارتي نفسه يطلب ان هو يمشي او حتى ان النادي الاهلي يتخلى عن مستر لاسارتي. الراجل مستمر، الراجل مستمر مع النادي الاهلي، ووارد انه يجي له عروض، يعني ده شيء طبيعي اي حد بيجي له عروض يعني. في الجول برضو بتتكلم عن نفس الموضوع وبتقول ان يونيفرسيداد دي تشيلي تصريح لأحد المسؤولين في هذا النادي ان لاسارتي لن يرحل عن الاهلي، وقال ان هو بس مدرب مطروح لان عنده تاريخ كبير جدا جدا، فاحنا هو من ضمن الاسماء المرشحه بالنسبه لنا، فبالتالي لسه ما خدناش قرار نهائي احنا هنتعاقد مع مين. عندهم ست اسماء تقريبا من ضمنهم مستر مارتين لاسارتي، لكن ثاني وثالث وعاشر مستر مارتين لاسارتي مستمر مع النادي الاهلي. الشروق تقرير انجليزي بيقول ان ليفربول استفسر عن امكانيه ضم حارس الاهلي. احنا عارفين ان ليفربول تخلى عن حارسه مانيولي اللي انتقل للدوري البلجيكي قبل ما يتعاقد مع ادريان من ويست هام على ما اتذكر. ادريان من ويست هام، من ويست هام، قبل ما يتعاقدوا معاه كان من ضمن الاسماء المطروحه والمرشحه محمد الشناوي. ما اعتقدش ان كان في حاجه رسمي، يعني مفيش كلام رسمي، لكن بيبقى في ليست كده انا عايز اعوض رحيل الحارس اللي مشي من عندي، ففي اسماء من ضمن الاسماء دي محمد الشناوي. ده طبقا للتقرير الانجليزي وبعض المواقع الانجليزيه الكتير اللي اتكلمت في هذا الموضوع، لكن هم خلاص اتعاقدوا مع ادريان فبالتالي ما اعتقدش ان هم هيكونوا في حاجه لمحمد الشناوي. في الحقيقه المستوى اللي ظهر بيه محمد الشناوي في بطوله الامم الافريقيه خلى ان هو يجي له او خلى ان يكون في اهتمامات مش يجي له عروض، لان لحد دلوقتي ما اعتقدش بتحط اسم في اي مركز انت عايزه بتقول مثلا من ضمن الناس المميزه اللي ظهرت خلال الفتره اللي فاتت كذا وكذا وكذا وكذا. كان من ضمنهم محمد الشناوي في بعض الفرق على فكره، مش ارسنال بس او مش ليفربول بس، وكمان استون فيلا كانت معاه. طيب سوبر كوره بتتكلم عن سعد سمير.
سعد سمير ينهي ازمه دفاع الاهلي قريبا. سعد سمير احنا عارفين كان عنده اصابه في الركبه، خلاص بيتعافى منها، غاب حوالي 4 شهور او اكتر قليلا، خلال اسبوعين او اسبوعين ونص بالكثير يعني، ان شاء الله باذن الله 20 يوم كده وسعد سمير يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع النادي الاهلي، اقل كمان من 20 يوم ان شاء الله هيشارك بشكل جيد. احنا عندنا لعيبه مميزين جدا في خط الدفاع، يعني عندك رامي ربيع، عندك ياسر ابراهيم، عندك ايمن اشرف، عندك كمان محمود متولي الصفقه الجديده، عندك مين تاني، عندك سعد سمير كمان، فاعتقد ان الخط ده اصبح مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الوطن سبورت بتتكلم على عروض برازيليه لجيرالدو. بالمناسبه يعني دايما هنسمع عروض دلوقتي للاعبين سواء في النادي الاهلي او مختلف الانديه، يعني طبيعي قوي ان يبقى في عروض يعني. الوطن بتقول ان كان في عروض جت من البرازيل لجيرالدو من انديه في البرازيل سواء الدوري الممتاز او الدرجه الثانيه، واتجاه لبقاء باسم علي في الاهلي. حتى الان موضوع اللاعبين الراحلين عن النادي الاهلي لم يتم حسمه بشكل نهائي. باسم علي لعيب مميز جدا جدا، ومن الوارد ان هو يكمل مشواره مع النادي الاهلي الا اذا في وجهه نظر اخرى فنيه خاصه بالجهاز الفني، خاصه بالجهاز الفني فقط لا غير. طيب بالنسبة للشق الإداري واجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، فبالتالي خلينا ناخد مداخلة هاتفية سريعة ومهمة جدا مع زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والموجود في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمتابعة آخر أخبار اجتماع مجلس إدارة النادي النهاردة. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل أمير، برحب بيك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أخبار الاجتماع إيه؟ هل في جديد؟ الاجتماع ابتدى إمتى؟ الحضور؟ طمنا بشكل عام على اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة. كالعاده طبعا زميلي امير تم الثانويه عن اجتماع اليوم بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، لكن يمكن قبل ما ينطلق الاجتماع كان محدد انه يكون الساعه 6 عصرا، لكن بالفعل ينطلق الاجتماع في تمام الساعه 7. لكن سبق يا امير هذا الاجتماع وهو اجتماع لمجلس امناء الخاص بالشركه الاهلي الانتاج الاعلامي طبعا بالكامل، كان موجودين برئاسه الكابتن محمود الخطيب كان متواجد، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ خالد رمضاني امين الصندوق، الدكتور محمد العدل. يمكن كان في اجتماع اكيد مهم جدا نظرا للمرحله القادمه بالنسبه لقناه النادي الاهلي والتطوير القادم والبرامج الجديده وبعض الامور الخاصه بالهيكله الجديده خلال المرحله القادمه. بنحاول ان احنا طبعا يكون عندنا بعض المعلومات عن هذا الامر اللي لسه منتهي من 10 دقائق، لكن اكيد في خلال الساعات القليله القادمه جدا هيكون معنا طبعا البيان الخاص اللي هيربط اكيد باجتماع مجلس الاداره اللي هينطلق في تمام الساعه 7. امور كثيره جدا يا امير هيكون فيها طبعا الموافقه على بعض العقود الخاصه بالوافدين الجدد للنادي الاهلي، بعض الملفات الاداريه والانشائيه الخاصه بثلاث فروع، ترتيب كمان لاحتفالات عيد الاضحى المبارك خلال المرحله القادمه. اكيد خلال جميل نقول لكل الشعب المصري كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون مبارك عيد اضحى على كل الجماهير، لكن بشكل عام الكل متواجد، كل مجلس الاداره امير متواجد لهذا الاجتماع خلال الحلقه بالنسبه لك وخلال الساعات القادمه اكيد كل جديد ان شاء الله يكون من خلالك ومن خلال تشوف قناه النادي الاهلي. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي اتكلم بشكل مفصل او قال لنا اخر تطورات اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. وكان في اجتماع لشركه الاهلي الانتاج الاعلامي، اكيد هيكون في قرارات ممكن نعرفها خلال الساعات القليله المقبله، ولو في اي قرارات واحنا على الهواء دلوقتي اكيد هنبلغها لحضراتكم مباشره. نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي، منه الله مدحت سعيده بارتداء قميص الاهلي. دي لعيبه جديده في صفوف النادي الاهلي بالتحديد سيدات كره اليد بالنادي، ودي تم التعاقد معها لعيبه مميزه جدا في صفقه انتقال حر من نادي المعادي. وقالت كمان في تصريحاتها مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي ان المفاوضات خدت حوالي 48 ساعه وكانت من خلال الكابتن ياسر صلاح مدرب الفريق، وان هي سعيده جدا جدا بتواجدها في النادي الاهلي. طيب عندنا لسه اخبار محليه واخبار عالميه، هنقول اهم العناوين اللي فيها ونرجع مع حضراتكم، يلا بينا. اليوم السابع، اتحاد الكره يقرر اقامه الكاس في الموسم الجديد اثناء امم افريقيا تحت 23 سنه. سوبر كوره، اتحاد الكره يدرس عدم استضافه مباريات اكثر من فريقين لملعب واحد، ده مهم قوي. الوطن سبورت، كشف هيئه من فيفا للمرشحين لاداره اتحاد الكره.
بوابة الأهرام، مؤشرات لجنة الحكام ترفع شعار القائمة الدولية في الموسم الجديد لن يتغير أحد. بوابة أخبار اليوم، 2 مليون جنيه مستحقات للحكام. بوابة فيتو، الأندية تخاطب الجبلاير لسرعة إجراء انتخابات رابطة المحترفين. مبتدأ، ملامح الجهاز الفني الجديد للمنتخب. البوابة سبورت، شوقي غريب يطالب بخوض مباريات إعداد قوية خلال معسكرات المنتخب الأولمبي. اليوم السابع، كلوب لا يوجد أفضل من محمد صلاح ومانيه لضمهم إلى ليفربول. الفجر الرياضي، أخيرا محمد النني يخلع عباءة أرسنال. كورة، النني يفضل العروض الإنجليزية على الدوري التركي. طيب دي أخبار محلية وأخبار عالمية كتير جدا، لكن هنتناقش فيها بعد الفاصل لأن هيكون معنا ضيف مهم جدا، هو الأستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق ونائب رئيس القسم الرياضي بالتحديد، وهنتكلم في تفاصيل هذه الأخبار. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي بالشروق. يا استاذ حسام منورني. اهلا بك امير، سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي في قناه الاهلي. احنا اسعد دائما لما بتكون معانا يعني في اي حلقه، اكيد وبتبقى حلقه مميزه جدا. عندنا ملفات كتير قوي هنتكلم فيها، لكن عايز اخد تعليق منك على القرار النهائي من لجنه الانضباط والاتحاد الافريقي النهارده بتتويج نادي الترجي بشكل رسمي ببطوله دوري ابطال افريقيا بعد الخلاف والمشكله الكبيره بتاعه النهائي. صحيح طبعا، يعني شكلنا كده زي ما بنقول دايما انه في افريقيا على ما يبدو اننا محتاجين دايما يكون في اعادة النظر في كثير من الامور، يكون في اليات للعمل بشكل افضل. يعني الكل اتكلم على الفضيحة الرياضية اللي حصلت في النهائي ما بين الترجي والوداد، وانه الفار عطل وانه الفيديو ما اشتغلش عندما اراد الحكم ان يستعين به في لقطة ما. اعتقد كل ده كان يعني مسار للجدل على مستوى العالم كله وليس في القارة الافريقية فقط. استكمالا لده اللغط الكتير اللي حصل خلال الفترة الماضية، وانه المباراة هتعاد، وانه الاتحاد الافريقي خد قرار بإعادة المباراة، وبعدين النادي الترجي يعني اتخذ وسائل اخرى وسبل اخرى للدفاع عن حقوقه، وصولا للحظه اللي احنا فيها النهارده لجنه الانضباط بتعلن تتويج الترجي وغرامات ماليه طبعا على رئيس نادي الترجي وغرامات ماليه على الوداد المغربي. يعني انا شايف ان الصوره، خلينا نستخدم لفظ يعني اقل حده، ان الصوره مش ظريفه، صوره الكره الافريقيه والاتحاد الافريقي تحديدا. لازم الامور كلها تعاد، بدليل انه الاتحاد الدولي ارسل مندوب من خلاله يعني مش الرقابه يعني لتطوير الكره الافريقيه وتطوير العمل الاداري داخل الاتحاد الافريقي. فكل ده دليل على انه الامور لا تسير الى حد ما بشكل جيد. نتمنى انه ده يكون دروس مستفاده، وانه في المواسم القادمه والموسم القادم تحديدا ما نشوفش المشاكل دي، لانه طبعا لا يعقل انه في النهايه بطوله هي الاكبر في القاره الافريقيه على مستوى الانديه تكون نهايتها بالشكل اللي كلنا شفناه وكلنا تابعناه. تتوقع ان يكون في استئناف من الوداد؟ لا، اتوقع انه الموضوع انتهى عند هذا الحد يعني انتهى. وهيكون مباراه السوبر الافريقي ما بين الترجي وما بين نادي الزمالك. بالظبط. الفائز هيلعب في مونديال الانديه. لا مش الفائز، الترجي كده كده هيلعب في مونديال الانديه، بطل دوري ابطال افريقيا. بطل دوري الابطال. تمام. مش الفائز خالص. لا عفوا، كان الزمالك على اساس ان لو ما كانش تم حسم الملف. صحيح. طيب نتكلم محليا بقى شويه، خلينا ناخد من اليوم السابع وبعض العناوين اللي كانت معايا في الاخبار المحليه والعالميه، وبالتحديد بيتكلموا عن اتحاد الكره يقرر اقامه الكاس في الموسم الجديد اثناء امم افريقيا تحت 23 سنه. تعليقك على الخبر ده ايه؟ طبعا يعني من ضمن القرارات اللي اتحاد الكره شايف انه ممكن من خلالها عايز ان الدوري يفضل مستمر، وانه ما يحصلش توقفات زي الموسم ده تحديدا، الموسم الاكثر استثنائيه طبعاً في الكره طبعاً المصريه. فطبعا كان موسم يعني كبيس جدا جدا جدا، استمر الى اكثر من سنه تقريبا،
وكانت مشكله كبيره بالنسبه للانديه وبالنسبه للمنتخب الوطني حتى. فبالتالي من الامور، لكن ما قالش، ما ذكرش ايه الاليه اللي هيتم بيها. هل يعني اكيد طبعا هيسمح للاعبي الاولمبي ان هم يشاركوا بالزبط مع فرقهم. طيب هل الانديه بالنسبه لها الموضوع هيكون مريح؟ هل فنيا ما فيش مشكله في الموضوع ده؟ حسب كل نادي العدد اللي هيكون موجود منه في القائمه بتاعه المنتخب الاولمبي. لكن ده لغايه دلوقتي ده حاجه مطروحه، يعني ما صدرش قرار رسمي. لكن طبعا مدروس من ضمن المقترحات اللي بيدرسها اتحاد الكره للحفاظ على شكل الدوري، ومنها الموضوع اللي اتطبق انه ما فيش نادي يشارك في البطوله الافريقيه ودوري الابطال العرب بالزبط. السنه دي زي ما شفنا في الاتحاد والاسماعيلي هم اللي شاركوا في البطوله العربيه، بالتالي ده من ضمن الحاجات اللي بيدرسها اتحاد الكره. طب من ضمن الحاجات بقى المهمه جدا جدا اللي بيدرسها اتحاد الكره، وده من سوبر كوره كمان خبر، ان اتحاد الكره بيدرس عدم استضافه اي ملعب لمباريات اكتر من فرقتين. رأيك زي إيه؟ ما كنا طبعا يعني السنه اللي فاتت فاكر احنا كنا بنلعب الدوري كله في برج العرب او الدوري طبعًا كله في بترو سبورت، وكانت حاجه صعبه جدا يعني. طبعا يعني هو يعني قبل كده كنا المتعارف عليه انه استاد القاهره هو ملعب الاهلي والزمالك كان بشكل دائم كويس. فبالتالي فريقين، لكن كان عندك امكانيه انه كل فريق يلعب على ملعبه، حتى اللي في المحافظات كل فريق بيلعب على الملعب القريب ليه، سواء ملعب المحافظه بتاعته او اقرب محافظه ليه كان بيختاروا ملعب ليه. لكن انت هنا اولا الملاعب اللي استضافت كاس الامم الافريقيه محلها ايه من الاعراب؟ هل هتكون موجوده في مباريات الدوري؟ ده سؤال مفروض. بالتاكيد لازم تكون موجوده طبعًا. رقم اثنين، هل هيكون مسموح لكل الفرق انه هي تلعب على ملاعبها؟ يعني يكون نظام الدوري ذهاب واياب يعني بشكل كامل بشكل طبيعي بالظبط يعني. تمام، ده سؤال مهم جدا. كل ده متوقف على الموافقات اللي الانديه هتعملها مع اتحاد الكوره ومع الامن. زي ما شفنا طبعا كان استاد القاهره اعلن ان هو هيستضيف مباريات الاهلي والزمالك في الموسم الجديد وكمان في البطولات الافريقيه، وبعد ساعات من القرار رجعنا تاني لانه نادي الزمالك لا مش هيلعب في استاد القاهره، والاهلي هيلعب في برج العرب، والزمالك هيلعب في بترو سبورت. ده بسبب عدم جاهزيه الاستاد يعني. انا مستغرب انه استاد القاهره يعني هو الصورة الحضارية للرياضة المصرية كويس. هو جوهرة الاستادات الإفريقية طبعا. ليه استاد القاهرة؟ كل ما نبدأ نتفائل إن إحنا هنرجع خلاص نشتغل تاني على استاد القاهرة، يعني في لغز كبير على استاد القاهرة. يعني إحنا كنا شايفينه في أفضل صوره في كأس طبعًا. الأمم الإفريقية أفضل صور في التاريخ. ليه عايزين ليه عندي إحساس إن إحنا عايزين نعزله تاني ليه؟ بالعكس يعني كل التصريحات اللي خرجت بس لو كان في نيه للعزل لاستاد القاهره ما كانش هيبقى في تعاقد مثلا ما بين النادي الاهلي وهيئه استاد القاهره. يعني واضح ان في نيه لاستضافه مباريات الاهلي والزمالك بشكل طبيعي. لا انا بقول انا بقول في لغز. خلي بالك طول الفترات اللي فاتت كان استاد القاهره بيرحب باستضافه المباريات وعايز الاستاد يرجع تاني للصوره والملعب يكون موجود. انا شايف بعد اللي حصل في كاس الامم وبعد التغيير حتى في الخريطه المروريه المؤديه لاستاد القاهره والمنافذ والبوابات والكلام ده كله، احنا جاهزين تماما. يعني استاد القاهره ده يعني من مش هحكي تاريخه، معروف يعني من اغرق الاستادات في القاره وفي مصر. فبالتالي اتمنى انه يكون الملعب رقم واحد في الدوري المصري اللي يتلعب عليه مباريات. ان شاء الله اكيد نتمنى عوده المباريات لاستاد القاهره، وهيحصل باذن الله قريب يعني ان شاء الله. بالتالي امبارح كان في زياره من وفد للاتحاد الدولي لكره القدم للاتحاد المصري، والوقوف على اخر التطورات والوضع الراهن بالنسبه للكره المصريه بشكل عام. بالتالي كان في بعض الاسماء المرشحه بعد هذا الاجتماع او بعد هذه الزياره، اسماء ابرز ان هي تبقى موجوده من خلال لجنه مؤقته. ده لسه بعد تقرير الفيفا اللي هيتم من خلال المكتب التنفيذي للفيفا ان يكون في قرار نهائي. هل في لجنه مؤقته؟ الامور هتمشي ازاي؟ كل الكلام ده. لكن لو في لجنه مؤقته والاسماء المرشحه، هل شايف ان الاسماء دي هي الانسب ان هي تكون متواجده، او شايف الوضع بشكل عام ازاي؟ طيب خلينا نقول معلومات مش معلومات حلوه قوي. يا ريت مش توقعات يعني. كويس. اولا طبعا اللجنه جت 24 ساعه يوم الاثنين اول امبارح. كويس. قعدت في القاهره، كل اجتماعاتها واغلب اجتماعاتها اتعملت في مقر الاتحاد الافريقي. تمام. تم عمل مقابلات شخصيه مع الشخصيات التالي اسمائهم. ماشي. الاستاذ عمرو الجنايني. عمرو الجنايني. المهندس ماجد نجاتي. تمام. الدكتور جمال محمد علي. تمام. كابتن محمد فضل. الدكتور احمد عبد الله والدكتوره سحر عبد الحق.
كان المفروض الكابتن حسام غالي هيكون موجود، لكن ما حضرش الكابتن حسام غالي. ما حضرش كان من ضمن المرشحين يعني ما حضرش. مقابلات تمت بشكل شخصي، كان مندوب ومندوبه من الاتحاد الدولي. عملوا المقابله بشكل شخصي كانك متقدم يعني. انترفيو زي ما يكون متقدم على وظيفه بالظبط. كان يعني 5 دقائق كل مقابله، السي في، كلام عن وجهه النظر في الفتره القادمه، الكلام ده كله. خرجوا خلصوا طبعا، حصل جلسه كمان مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه للتاكيد على انه لا يتم تدخل حكومي في اتحاد الكره خلال الفتره القادمه، او التاكد من عدم دخول قبل كده يعني تمام بالظبط. السيناريو اللي هيتم، اللجنه عددها هيكون كام ما حدش عارف لغايه دلوقتي. تمام، هل هيختاروا كل اللي تم مقابلتهم؟ هل هيختاروا من بينهم؟ هل هناك اسماء اخرى مرشحه ممكن يقابلوها لما يرجعوا يوم 17 تقريبا 17/8؟ هيجوا تاني، هيجوا مصر تاني طبعا بعد التقرير اللي هيترفع للاتحاد الدولي بالظبط. لكن المؤكد حسب المعلومات انه ما فيش انتخابات هتتعمل السنه دي، الانتخابات هيتم مؤكد خلاص يعني خلاص اتجاه كده. اللجنه مؤقته، اللجنه مؤقته هتدير كويس. من خلال طبعا الاتحاد الدولي اكيد. الانتخابات هتتعمل في 2020 بعد اولمبياد طوكيو. اللجنه دي هي اللي هتكون مكلفه باداره الاتحاد. الاسماء دي هل اسماء يعني توافقيه؟ هل اسماء هتعرف تشتغل مع بعض؟ مش عارف يعني. طب انا عايز اسالك سؤال، هو تم استدعاء الاسماء دي بناء على ايه؟ هل ترشيح من وزير الشباب والرياضه مثلا، ولا اصل المندوب الفيفا عرفوا الاسماء دي منين مثلا؟ تم ترشيحات من مصر يا امير، لكن يعني يعني خلينا نكون صراحه يعني هو يعني ليس كل ما يعرف يقال. طب كويس، فخلينا نقول انه تم ترشيح من 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 مصر طبعا اكيد بالاسماء دي. اللجنه وصلت، عملت المقابلات الشخصيه معاهم زي ما اتكلمنا. يوم 17 المفروض ان اللجنه تيجي تاني. تمام. قبل اخر الشهر لازم يصدر القرار بالاسماء اللي كويس. هتشتغل كلجنة تدير اتحاد الكرة. طبعا البعض بيتكلم يعني، أو المفروض أنه كانت اللائحة بتقول انتخابات خلال 3 شهور بالزبط. لكن الجمعية العمومية فين؟ هو ده السؤال يعني. المفروض الجمعية العمومية هي تكون سيد قرارها، تختار سواء تعمل انتخابات أو سواء تختار لجنة، هي اللي تختار اللجنة يعني علامات استفهام. فخلينا نشوف الفترة القادمة، لان اللجنه دي هل المفروض لها تختار المدير الفني لمنتخب مصر؟ ده السؤال اللي جاي اللي انا كنت عايز اسالك فيه، هل ممكن اختيار المدرب قبل اللجنه دي بناء على تواجد طبعا مدير تنفيذي اتحاد الكره اللي هو ثروت سوريلم، ولا لا بعد ما اللجنه تيجي هيتم اختيار ده؟ هو يعني المفروض انه ثروت سويلم هو يعني مخول لاداره الاتحاد يعني. طبعا. هو القائم بالاعمال بالزبط. دلوقتي بالزبط. يحق لي ان هو يختار جهاز فني، لكن انا في رؤيتي ان هو مش هيضع نفسه في هذا الموقف. ليه؟ يعني طبعا اكيد المدير الفني الوطني ايا كان اسمه مين هو، اكيد هيحصل عليه جدل كبير جدا، وممكن يوفق او لا يوفق. فاعتقد ان هو مش هيحمل نفسه مسؤوليه اختيار الجهاز الفني، هيسيبها للجنه اللي هتيجي تدير، هي اللي تختار الجهاز الفني. اللجنه دي هل هتقدر تعدل لائحه النظام الاساسي قبل الانتخابات القادمه ولا لا؟ هل هتقدر تشهر وتنشئ رابطة المحترفين وتديها كل الصلاحيات اللي بيها تدير المسابقة وما يحصلش أي مشكلة، ويركز بعد كده مجلس إدارة اتحاد الكرة في المنتخبات الوطنية وفي تطوير الكرة وفي الأمور الفنية؟ هل ممكن يكون الفيفا ليه مثلا أو يحق له أن هو يقول أنتوا لجنة موجودة مكلفين بملفات معينة دون ملفات أخرى مثلا؟ الفيفا ولا بيديك كل الصلاحيات؟ يعني من ضمن الكلام اللي اتقال في الاجتماعات اللي تمت يوم الاثنين، تمام، انه لازم الفيفا يكون على درايه تامه بكل شيء بيحصل داخل اتحاد الكره المصري خطوه بخطوه. كويس. اي قرار، اي شيء، اي يعني تعديل لوائح او كذا او كذا او كذا، لازم يتم من خلاله وبموافقته وبعلمه والكلام ده كله. في اعتقادي اهم شيء يعني في الفتره القادمه هو تعديل لائحه النظام الاساسي طبعا.
بشكل بعيد عن الاهواء وبعيد عن الاغراض وبعيد عن اي مصالح ممكن تتم، ودي فتره مهمه انه يتم فيها تعديل اللائحه. اكيد فتره مهمه لانه المجموعه اللي موجوده يعني بشكل كبير ما لهاش اي غرض بعد كده ان هي تنزل انتخابات او يكون لها غرض في يعني عضويه المجلس او الكلام ده كله. فدي الفتره الانسب والاهم لتعديل اللائحه، فتره انتقاليه مهمه وحساسه جدا في تاريخ الكره المصريه ومستقبل الكره المصريه. مجرد وصول القرار النهائي من الفيفا مع نهايه الشهر هيتم الاعلان عن مدير فني، صح؟ على الجهاز الفني منتخب مصر. اكيد هو طبعا يعني احنا كلنا الحاجه الوحيده اللي احنا نعرفها ان هو مدير فني وطني. ولا غصب عننا؟ انت عندك حكمتك الظروف اللي حصلت ولكن في النهايه هو مدير فني وطني اكيد غالبا ممكن تضيع منك الاجنده الدوليه اللي في شهر 9 يعني طبعا، لكن تركيزنا كله حاليا مع المنتخب الاولمبي، هو عنده اجنده دوليه، ده الاهم علشان ما تحصلش انتكاسه ثانيه. مصر هتستضيف التصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو، اولمبياد التصفيات الافريقيه في شهر 11، فنتمنى انه يكون كل الدعم موجود للمنتخب الاولمبي. طيب بالنسبه بقى المدير الفني، وفي خبر معايا من مبتدا بتقول الملامح بتاعه الجهاز الفني لمنتخب مصر، هم بيتكلموا في متن الخبر على ان الكابتن حسام البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر، وهيساعده كل من الكابتن احمد ايوب، الكابتن احمد حسن، عصام الحضري، وفي تفكير في اتجاه محمد شوقي. هل في معلومات نهائيه بخصوص هذا الملف؟ شوف طبعا يعني طرحت اسماء كتير جدا خلال الايام اللي فاتت، وكل يعني مجموعة بتقول اسم معين وكل واحد بيطرح اسم معين. الكابتن حسام البدري قد يكون الأقرب لقيادة المنتخب الوطني، لكن أنا امبارح اتكلمت مع حد مسؤول مهم في اتحاد الكورة، أكد لي إن في خمس أسماء ورفض يقول مين الأقرب فيهم. تمام، طب مين الخمس أسماء؟ كابتن حسام البدري مع حفظ الألقاب ليهم كلهم، حسام حسن، إيهاب جلال، طلعت يوسف، أحمد حسام ميدو. الكابتن حسن شحاتة مش موجود في الخمسة اللي هم المفروض هيكونوا كمدير فني، اختيار منهم. ممكن الكابتن حسن شحاته يبقى مشرف بشكل عام على المنتخبات، او يكون ليه دور فني بشكل او باخر في المنتخبات بشكل عام، لكن دول الخمسه اللي بينهم الاختيار. مين اقرب؟ يعني انا بكلمك على 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 معلومه، يعني معلومه بالظبط. لكن انا في اعتقادي انه الكابتن حسام البدري قد يكون هو الاقرب لقياده المنتخب الوطني خلال الفتره القادمه. وجهه نظرك، شايف ان هو فعلا ممكن يكون الاصلح؟ قد يكون الأصلح، لأنه أنت في فترة عايز يعني أنا برضو بتكلم على 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 الملامح اللي المفروض تكون في المدير الفني. تمام، من وجهة نظرك طبعا. طبعا أنت عندك انفلات كبير جدا حصل في المعسكرات الماضية، فعلا عندك مشاكل في يعني السوشيال ميديا ظهرت مع اللعيبة وكذا وكذا وكذا، وده كله ما كناش بنشوفه. صح. فأنت عايز مدير فني بشخصية انضباطية وقوية في المقام الأول، وكمان يكون معاه مجموعة تدعمه من المساعدين، ويكونوا من النجوم اللي شاهدوا العصر الذهبي للمنتخب الوطني. بالتالي تقدر تسيطر، تقدر تنقل خبراتك، تقدر ترجع من تاني الانتماء للبلد، انتمائك لمصر، انتمائك لمنتخب مصر. مش مشكلة انك تخسر، لكن المشكلة انك تظهر بالمظهر السيء اللي ظهرت بيه في ملعبك وفي بطولة مهمة، وبطولة لها أكتر من بعد، مش رياضي بس، لها أكتر من بعد تاني. فبتخسر بالشكل ده وسط الجماهير، وسط كل الإمكانيات اللي سخرت ليك. أعتقد ده هو ده كان المشكلة الكبيرة جدا، وكانت الكارثة، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير فعلا. طيب فيما يتعلق بقى ببطولة الدوري وربطة الأندية المحترفة، وفي خبر أيضا معايا من بوابة فيتو بتقول الأندية تخاطب الجمالية سرعة إجراء انتخابات رابطة المحترفين. هنشوف السنة دي رابطة المحترفين فعلا، رابطة الأندية المحترفة؟ أتمنى. إحنا شفناها قبل كده لكن كانت بصورة يعني بشكل صوري، ما كانتش ليها أي دور. بالظبط. المفروض إن رابطة المحترفين زي بره، زي إنجلترا كده مثلا، بالظبط يكون ليها دور. وأنا خلينا يعني نتكلم بصراحة، يعني واحد زي الدكتور محمد فضل الله الخبير طبعًا الكبير في لوائح الاتحاد الدولي وأستاذ التشريعات الرياضية، إزاي ما يكونش ليه دور في مصر في الفترة دي؟ وهو الراجل هو اللي عمل نفس تجربة رابطة المحترفين الإنجليزية عملها في الإمارات. فعلا هو اللي عملها في الإمارات. فبالتالي إزاي ما نستغلش شخصيات مهمة عندنا في مصر زي كده؟ يعني لإمتى هنفضل نشتغل يعني أقول إيه، بأهل الثقة فقط؟ لازم ندور على ناس تكون عندها خبرات،
عندها تجارب فعليه هتلاقي ده معمول كتير جدا. تفاقل. مصريين كتير باللوائح. مصريين كتير جدا عاملين ده بره مصر فعلا. فاتمنى ان هو يكون ليه دور الفتره القادمه في موضوع ربط المحترفين. اتعملت قبل كده زي يعني ردا على سؤالك وما كانش ليها اي دور وحصل فيها استقالات لانه الناس شافت ان هي مش مؤثره وان هو مجرد دور بس. ليه ما كانش ليها دور؟ لانه اتحاد الكره دايما، انا مش بتكلم على مجلس تحديدا طبعاً. لانه الفتره اللي فاتت كان في اكتر مجلس يعني غير مجلس المهندس هنا بوريدا كان الاستاذ جمال علام وكذا وقبليه، فبالتالي كان مجلس الاداره شايف انه الرابطه هتسحب منه الصلاحيات بتاعته، هتسحب منه الشو اللي موجود ان انا موجود بدير بعمل كل حاجه انا المسؤول عن كل حاجه. فبالتالي كانت الرابطه هتسحب النقطه دي. هل ده هيتطبق السنه دي بشكل كامل بكل الصلاحيات؟ اتمنى. هو بيبقى الشكل بالظبط عامل ازاي عشان برضه حضرتك تبقى عارفين؟ بيبقى كل نادي بيرشح مندوب من عنده من خارج مجلس الاداره. الاسماء دي كلها 18 نادي في بطوله الدوري الممتاز، الاسماء دي كلها بترسل من كل الانديه، بيكون مندوبين من خارج مجلس الاداره ويتم ارسالهم لاتحاد الكوره، وبعدين يتم ما بين كل المندوبين دول بيتعمل انتخابات، تختار خمسه منهم بس هم اللي بيكونوا موجودين في لجنه الانديه او رابطه الانديه المحترفين، وبيبقى في اثنين من اتحاد الكره في الرابطه دي ممثلين، يعني تبقى كلها حوالي سبعه. كانت لجنه الانديه قبل كده في مسماها بس احنا عايزين يكون ليها دور فعلي بقى، يعني بقى نحاول نبقى على غرار يعني الدوريات الكبرى. نتمنى ودي الفتره المناسبه انك تعمل كل حاجه. صح. يعني لما بتهد علشان تبني فياريت تبني على اسس سليمه. بالظبط. طيب بالتالي تتوقع ان الدوري الجديد باذن الله يكون دوري بدون استثناءات وبدون مشاكل على غرار الدوري السابق ولا؟ بص يعني احنا دايما انا بسالك سؤال خصوصا ايه ان لسه كاس مصر هيتلعب يعني بقيت مبارياته، وخصوصا ان يعني برضه في حاجات مضغوطه شويه وكلام من ده، هل تتوقع ان الدنيا تتحسن؟ احنا كل سنه بيكون عندنا امل انه الدوري يكون افضل، لكن يعني واقعيا وللامانه كان معروف انه الموسم الماضي هيكون موسم صعب جدا بموافقة كل الأندية، إنه بسبب مشاركة أكتر من نادي في بطولتين منهم البطولة الإفريقية والبطولة العربية، وكمان ارتباطات المنتخب الوطني وكأس الأمم الإفريقية وخلافه، كل ده كان عام. والموسم الجديد بتاع دوري ابطال افريقيا اللي اتعمل بشكل مختلف، يعني بدا بعد الموسم على طول شهر لتغريب مواعيد يعني بالظبط. فكل ده كان يعني صعب جدا على الدوري او الموسم المحلي تحديدا. اتمنى ان يعني لجنه المسابقات وانا مش بقول كده بجامل، لكن فعلا يعني عامر حسين عامل شغل صعب جدا، يعني دايما الناس بتتكلم مش عارفه الابعاد اللي بتحصل، لكن اللي متواصل مع الراجل وعارف ايه اللي بيحصل بالظبط، لا يعني الموضوع صعب جدا انك تعمل جدول في ظروف الموسم اللي فات، لا الموضوع كان صعب جدا. احنا داخلين على موسم نتمنى انه يكون هادي في الـ في الـ في الارتباطات، فنتمنى انه يكون موسم بلا توقفات يعني. نتمنى طيب. ان شاء الله باذن الله نتمنى يكون موسم بشكل كامل باذن الله. نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا الفتره دي بيستعد لاولى مبارياته في بطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله اللي بيتمناها كل الجماهير الاهلاويه في الحقيقه، والغايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره. شايف الاستعدادات ازاي وشايف ازاي مواجهه فريق مغمور نسبيا زي فريق اطلع بره؟ طبعا يعني هو طبعا اسم الفريق انه هو ايه هو اسمه كده للناس هو اسمه كده الناس تفكر انه دي ترجمه للاسم. لا ده دوله جنوب السودان دوله عربيه، ف هو اسمه كده اسمه يطلع بره يعني بالظبط. ف طبقا لامور سياسيه يعني على بناء يعني عليها يعني تم اختيار هذا الاسم. فهو طبعا دايما البدايات بتكون بتخشى فيها من المفاجات، الفرق المغموره زي ما قلت مش معروف بالظبط، اول مره نسمع عنه، ما تعرفش بقى اللعيبه دي شكلها عامل ازاي، العشوائيه في الملعب نفسها دي ممكن يعني تخليك انت مش عارف تكون منظم زي ما انت متعود على اللعب بتاعك، مع حتى مع الفرق المعروفه اللي ليها شخصيه انت بتكون مستعد وعارف مفاتيح اللعب وعارف كذا وكذا. لكن اللي انا عرفته انه النادي الاهلي يعني وصل لمعلومات عن الفريق، معلومات جيده طبعا. وشاف مباريات ليهم، فبالتالي نتمنى ان هي تكون انطلاقه قويه للاهلي في البطوله الافريقيه. زي ما قلت يا امير ان هي بطوله غايبه عن الاهلي من أكيد. 2014 تقريبا 2013 يعني كان اخر لقب افريقيا 2014 الكونفدراليه، لكن اخر لقب خالص دوري الابطال كان 13 تمام. فبالتالي يعني حتى جماهير الاهلي دلوقتي بدات تتكلم انه الاهم هو البطوله الافريقيه، لانه انت عندك ان الدوري اربع سنين ورا بعض، ف الاهتمام الاهم دلوقتي والاكبر هو بدوري ابطال افريقيا.
عملت التدعيمات المطلوبه من وجهه نظرك اليو ديانج او محمد مجدي قفشه ومتولي وجددت استعاره رمضان صبحي؟ التدعيمات دي بتقيمهم ازاي؟ يعني في وجهه نظري طبعا الاهلي يعني حسام عاشور استنفذ كل طاقته بصراحه في المركز ده جنب يعني عدى عليه لعيبه كتير فشويه ما بقاش حسام عاشور بيلعب بكامل طاقته في ال 90 دقيقه فكان لازم تجيب حد ده شيء يعني طبيعي يعني لا طبعا انت بتتكلم على على يعني على واحد نجم كبير مميز مش الحقيقه انا مش شايفه جندي مجهول زي الناس بتقول لا جندي معلوم بالمجهود اللي عمله طول السنين اللي فاتت فبالتالي كان لازم يكون في حد يبدا يكون موجود بشكل قوي بس مع احنا عايزين ناكد على ان هو قادر برضه على العطاء طبعا اللي هو مش قادر على العطاء ما كانش كامل في النادي الاهلي او كان ممكن ياخد قرار الاعتزال انا بتكلم لا انا مش بتكلم في اعتزال ما قلتش كده ابدا انا بتكلم على لا انا بقول مثلا يعني على قد المجهود يعني عارف انت لما تستنفذ نفسك طبعًا يعني مجهود جبار بصراحه بتلعب في كل البطولات بالظبط وفي كل البطولات وبشكل دائم وبشكل اساسي فبالتالي يعني التدعيمات اللي كانت مهمه من ضمنها المركز ده مع العناصر المطلوبه بالظبط فشايف انه لعيب مهم يعني كما وصف انه دبابه بشريه في الملعب فاضل ان احنا نشوفه يعني اكيد طبعا هنحكم عليه لما نشوفه لكن اللي احنا عارفينهم طبعا مجدي قفشه مستواه سواء لما كان مع انبي او حتى بيراميدز الموسم اللي فات بيأدي بشكل جيد يعني عنده لمسه جيده مع الكوره ازاي بيوصلك للملعب بسهوله للمرمى بسهوله متولي في الدفاع هكذا مع الاسماعيلي بيلعب نص ملعب كمان متولي طبعا فانا شايف لا ان هي صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي. طيب هل تتوقع ان ممكن يتم الاستعانه ببعض هذه الصفقات في المباراه اللي جايه مع يطلع بره لان فعلا او في الغالب معظم الصحف واخبارها النهارده معانا كان كله بيتكلم في بعض يقول لك اليو ديانج هيبتدي اساسي البعض يقول لك محمود متولي هيبتدي اساسي من وجهه نظرك؟ لا انا شايف انه هيبدا يستعين بيهم يعني رغم ان احنا طبعا بنتكلم على انه فريق مغمور لكن لا انت برضو الاهلي بالزبط. فبالتالي انت ما عندكش تخوف ان انت تبدا بصفقتك الجديده او الكلام ده كله فبالتالي اتوقع ممكن ليه لا ممكن نشوف اقربهم مين من وجهه نظرك؟ ممكن ديانج يكون اقربهم ان هو يبدا المباراه اليو ديانج. طيب ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه او في مجموع المباراتين بشكل عام وبالمناسبه اكيد بيتخلل المباراتين او في نص المباراتين مباراه بيراميدز مباراه قويه مصر هل الضغط ده او اختلاف الاهداف ووجودهم في وقت واحد ممكن ياثر على النادي الاهلي ولا شايف النادي الاهلي باذن الله قادر ان هو يعدي المباراه؟ طبعا خلينا ناكد ان المباراه هتكون بمشاركه الصفقات الجديده طبعا. سواء هنا او هنا يعني بيراميدز عنده عمل كمان كام صفقه وابرزهم يمكن احمد علي مهاجم المقاولين وانتوي وجون انتوي طبعا بتكلم انه لا النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه عمل معسكر خارجي دلوقتي يعني الفرق بتتعامل مع بدايه مباريات كاس مصر ان هي بدايه موسم جديد بالزبط. انت خدت فتره راحه كبيره جدا فبالتالي ما عندكش ضغط المباريات وضغط ان انت يعني مجهد او الاجهادات او الكلام ده لا انت بتلعب بكامل طاقتك في اعتقادي انه الضغوط اللي كانت موجوده قبل كده في مباريات الاهلي وبيراميدز ما بقتش موجوده في المباراه القادمه بقت الامور اهدى نسبيا فبالتالي انا شايف انه حتى الدافع اللي كان عند الناحيه الثانيه عند لاعبي بيراميدز الى حد ما اختلف. ما بقاش موجود او اختلف فشايف ان المباراه شايفها من قبل ما تبدا قد تكون في مصلحه النادي الاهلي لكن في النهايه مباريات الكؤوس لا تعترف بالكلام اللي احنا بنقوله تعترف فقط بالعطاء في الملعب لانه في النهايه مباراه هي هتكمل في البطوله هي هتخرج بره الادوار الاقصائيه دايما لا تعترف الا بالجديه والتركيز لانه ممكن فيها الوارد فيها المفاجات بشكل كبير. بتشوف ازاي الحضور الجماهيري في مباراه اطلع بره بالتحديد واعتقد ان دي ممكن او العدد ده يكون بدايه لعدد اكبر من الجماهير يحضر مباريات بعد كده بشكل طبيعي في مصر بعد بطوله الامم الافريقيه ولا شايف ايه؟ طبعا يعني وان كنت اتمنى انه كان يتم السماح للجماهير بشكل كامل ان هي تحضر يعني شفنا تجربه منتخب مصر اي نعم ما كملناش للنهايه لكن حتى لغايه دور ال 16 الجماهير كانت موجوده وبتشجع بشكل يعني حضاري جدا ما شفناش اي تجاوز حصل
كنت اتمنى انه ما نرجعش تاني نبدا نعد من 10,000 وانت طالع والكلام ده كله. كنت اتمنى انه الامور تكون يعني مسموح فيها بالحضور على الاقل 50,000 متفرج، ما فيش اي مشكله فيها، والجماهير اظهرت تعاون كبير جدا فعلا. ولكن انا مش عارف، قد يكون طبعا الكلام اللي قاله عامر حسين في المؤتمر الصحفي انه لسه نظام الدخول بتاع يعني بس ده على الدوري يعني شركه تذكرتي او الكلام ده كله ممكن يكون لسه المعلومات نفسها تتفعل علشان يتم تحديد السعه لكل فريق، الفريق صاحب الملعب غير الفريق الضيف. يعني انا عن نفسي متفائل ان احنا ان شاء الله هنشوف الكره المصريه زي زمان يا رب يعني يا في 2008 و9 و10 وقبل كده كان حضور جماهيري عادي. وده متفائل متفائل جدا بعد كاس الامم الافريقيه طبعا. وبعد تصريحات السيد الرئيس عن الرياضه طبعا. تحديدا وعن ملف كره القدم، اتمنى ان شاء الله باذن الله انه ده يتم تفعيله، وانه الملاعب اللي كانت في كاس الامم يكون ليها دور في بطوله الدوري، وكمان نظام الدخول الجماهيري، كل الشكل التنظيمي اللي شفناه في كاس الامم اتمنى اشوفه في الدوري المصري. بتشوف تصريحات فخامه الرئيس ازاي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرياضه المصريه بشكل عام ومدى اهتمام الدوله بالرياضة كجزء أساسي من الأجزاء الخاصة بالدولة المصرية بشكل عام في مجالات أو ملفات كتيرة جدا طبعا غاية في الأهمية، لكن معنى أن الرئيس نفسه يتكلم عن الرياضة يبقى أكيد هو مهتم والدولة مهتمة جدا بالرياضة. بتشوف التصريحات دي إزاي؟ وكمان 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 اتكلم تحديدا على كرة القدم وعلى طبعاً ملف كرة القدم طبعا رسائل مهمة جدا جدا في الحقيقة لكل الناس وللقائمين تحديدا على الرياضة، انه الكل هيكون تحت المجهر خلال الفترة تحت الميكروسكوب الفترة القادمة، والكل هيكون تحت النظر، واي حد هيخطئ هيحاسب. نتمنى نشوف ده. وكمان يعني انه يعني حتة المدرب الوطني دي الناس فرحت بيها جدا بالزبط كمان بالزبط. يعني الإشارة الأصلح في الحقيقة دلوقتي مدرب وطني، احنا شفنا لازم. تجربتين صعبين جدا سواء مع كوبر أيوة. أو كوبر حقق أهدافه في الحقيقة لكن الأداء كانش جيد خالص، ومع جيري لا أداء ولا نتيجة ولا ده ولا ده صحيح. فأعتقد كان ده الأفضل فعلا أن يكون في اتجاه المدرب الوطني، يعني الغالبية العظمى كانت بتنادي بالمدرب الوطني. أنا شخصيا كنت اتمنى يكون مدرب وطني في الفتره دي علشان اللي اتكلمنا فيه امير، انه لازم حد يرجع الثقه تاني للعيبه، يرجع لهم انتمائهم ببلدهم، وحد يكون عارف كيفيه التعامل كمان مع اللاعبين المصريين ومع الجيل ده تحديدا بالزبط. يعني لانه الاجيال اختلفت يعني أكيد. ده مش زي جيل 2006 و8 و10 ده مختلف تماما. وكمان الـ 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 انك تكون واقف على الخط يعني متحمس لبلدك ومش عايز تخسر وتزعل لما تخسر مش يعني انا حاسس انه بصراحه يعني المدرب الاجنبي يعني اجيري تحديدا ما كانت الامور بسيطه مش فارقه معايا يعني اتغلبت يعني ولا خرجت من البطوله ما فيش اي رد فعل، فده بيفرق مع اللعيبه طبعا يعني بالتالي اهتمام الدوله مميز جدا كمان وكمان يعني انا يعني خلينا متحيز شويه لكره اليد برضو اكيد طبعا هنتكلم عليها طبعا تكريم يعني بمناسبه سياده الرئيس وتكريمه كمان هو خاص كمان منتخب كرة اليد بتكريم خاص منتخب الشباب الحصاد البرونزية، فبالتالي ده دلالة على قد إيه إن هو مهتم بالرياضة بشكل عام في مصر خلال الفترة الحالية. طيب قبل ما نروح لكرة اليد ونتكلم عليها بشكل مفصل أكتر، عايز أتكلم عن الأندية المصرية بشكل عام واستعداداتهم لبطولة الدوري. من وجهة نظرك ومن خلال متابعتك بشكل طبيعي جدا، بتشوف مين أكتر فريق قدر إن هو يكون نفسه او يدعم نفسه بعناصر مميزه ويستعد بشكل قوي لموسم جديد اكيد هيكون صعب في بطوله الدوري؟ لا انا شايف طبعا يعني انه يعني زي كل سنه نهايه كل موسم كل فريق بيبدا يشوف احتياجاته ايه. انا القصه مش بالكم تمام. مش بكم اللعيبه اللي انا اتعاقد معاها، يعني مش شرط يعني امشي فريق واجيب فريق عشان ابقى انا عملت اللي انا عايزه او ان انا كونت فريق قوي يقدر ينافس، لا القصه كلها انت محتاج ايه ومين اللي بيقول محتاج ايه. صح يعني انت المفروض في مدرب او لجنه فنيه او لجنه كره او ايا كان المسؤول اللي بيعمل تقييم للموسم الماضي، اللي يعمل تقييم للاعبين بيشوف هو مش محتاج مين وهل مش محتاجه بشكل نهائي ولا ممكن اطلعه اعاره جايز يكون لعيب صغير فممكن استفيد منه بعد كده، وعايز ايه من النجوم الجاهزه من بره. فبالتالي ده هنا 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 الرهان هنا انت طبعا. عايز ايه بالظبط، فبالتالي انت عملت صفقات محتاجها، اذا نتيجه ده هيظهر معاك في الفريق، اضافه لوجود طبعا مدير فني يعرف جاي. يشتغل مع اللعيبه اللي موجوده. النادي الاهلي عمل اللي هو عايزه من وجهه نظره من الناحيه الفنيه، ان هو عمل
طبعا ثلاث لعيبه مع تجديد استعاره رمضان صبحي. فبالتالي النادي الاهلي من وجهه نظره هو يعني ده المطلوب فنيا في الفتره دي. اتمنى من الفرق اللي انا نفسي اتمنى اشوف تدعيمات ليها، علشان دايما لما بيكون في كامل لياقته الفنيه بيكون الدوري ليه طعم. الاسماعيلي طبعا اتمنى طبعاً. اشوف الاسماعيلي فعلا يعني يعمل صفقات ترجع لنا الاسماعيلي بتاع زمان اللي احنا عارفينه، اللي دايما بيكون يعني فريق شرس في الدوري، فريق تحب تتفرج على كورته. تدعيمات يعني انتظر ده في الاسماعيلي. في انديه كتير المصري الى حد ما كان عامل شغل كويس مع كابتن ايهاب جلال من الموسم اللي فات، وشايف ان هو ممكن يكمل بالشكل ده في الموسم الجديد لو استمر الكابتن ايهاب جلال معاهم. الاسماعيلي طبعا بالمناسبه هو ممكن ما يستمرش، هو من ضمن المرشحين للمنتخب بس لكن ما فيش حاجه ثانيه. لا 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 طبعا بالمناسبه الاسماعيلي هيجيب مدير فني اجنبي يعني بديل الكابتن محمود جابر. لا ما عنديش معلومه، لكن اللي انا عارفه يعني من خلال تواصلي مع احد اعضاء مجلس الاداره انه هيكون في مدير فني اجنبي، لكن امتى الوقت خلاص يعني الدوري المفروض هيبدا. هل شايف ان ده ممكن يكون قرار في صالح نادي الاسماعيلي؟ ان على فكره هو ده بيحصل كل سنه، بيجيبوا مدير فني اجنبي وبعدين يمشوه في نص الموسم، ما بيتاقلمش. ما شفتش مدير فني اجنبي نجح مع الاسماعيلي من ايام مين؟ من ايام بوكير تقريبا. صحيح. يعني. وحتى فييرا ما لحقش يقعد شويه برضه. مدير فني اجنبي شايف طبعا ان هو افضل للاسماعيلي لو طبعاً. لو هو عنده الامكانيات انه يجيب اسم كويس. لكن ده متوقف طبعا على الامكانيات الماليه والماديه. المقصه زي ما ذكرت برضه عمل يعني عامل شغل كويس، وعندهم انا بقتنع فنيا بميدو كمدرب. ميدو كمدرب فبالتالي ممكن المقصه يكون ليه شكل في الموسم الجديد. واتمنى كمان الاتحاد السكندري، يعني الاتحاد طبعا هو الواحد دايما ميال للانديه الجماهيريه في الحقيقه، لان الانديه الجماهيريه بتدي قوه اكتر للدوري بصراحه جداً. يعني خاصه لو الجماهير رجعت يعني اكيد شوف حماس ان شاء الله جماهير باذن الله ترجع. نروح لكره اليد بقى، يلا بينا. وانجاز كبير جدا لشباب منتخب مصر في كاس العالم، وكان ممكن كمان ياخدوا البطوله يعني من المستوى اللي احنا شفناه ده. كان بتشوف الانجاز ده ازاي؟ طبعا نقله مهمه في تاريخ كره اليد ومستقبل كره اليد، لانه طبعا التاريخ انجازات كتير اكيد يعني متواليه دايما بغض النظر عن اختلاف مجالس الادارات، لكن دايما بحس ان هي اسره مختلفه تماما. كره اليد ليها خصوصيتها. خدنا بطوله العالم للشباب سنه 93 مع الراحل العظيم الكابتن جمال شمس كان مدير فني. خدنا ثالث العالم سنه 99، كررنا ثالث العالم والميداليه البرونزيه بعد 20 سنه. شايف ان ده دلالة مهمة للمستقبل اللي احنا داخلين عليه، خاصة انه مصر هتستضيف بطولة العالم للكبار 2021 في يناير، فقدامنا اقل من سنة ونص تقريبا. فبالتالي كان مهم انك تطمن على الفريق اللي هيكون القوام الاساسي بتاعه من المجموعة دي، مجموعة 98. مش قصة انه انت وصلت للميدالية البرونزية بقدر ما هو مهم انه انت عملت علامه كامله في الدور الاول مع منتخبات زي السويد وفرنسا، رغم اننا اتغلبنا تاني من فرنسا بعد كده في الدور قبل النهائي. بقيت بتعمل اللي كنا بنقول عليه قبل كده في فترات، انه احنا كنا كتير بنكون متقدمين في النتيجه وبنخسر في اللحظات الاخيره. بقينا بنعمل العكس، اوقات بنكون متاخرين في النتيجه وبنقلب بنرجع. نتيجه المباراه وبنرجع في اخر خمس دقائق تقريبا في المباراه، وده شفناه في اكتر من مباراه، ومنهم مباراه النرويج اللي كانت ملحمه بصراحه بكل المقاييس في دور الثمانيه. جيل عظيم بقياده الكابتن طارق محروس والكابتن هاني الفخراني وكابتن محمد سليمان، الجهاز الفني كله يعني مش عايز انسى حد فيهم، ومجموعه متميزه من اللاعبين على كل الخطوط. فنتمنى لهم التوفيق في الفترة القادمة. وكمان الاتحاد خد قرار ان هم اللي هيشاركوا في دورة الألعاب الأفريقية، يعني هم امتى دي؟ دي خلاص في المغرب من 16 ل 30 اغسطس في المغرب. دورة الألعاب الأفريقية طبعا مصر بتشارك ببعثة كبيرة جدا، مش كرة يد فقط، على كل الألعاب. فمنتخب اليد هيشارك بالشباب مطعم باثنين او ثلاثه على اقصى تقدير من الفريق الاول، مع بعض العناصر برضو من مواليد 2000 منتخب الناشئين. فبالتالي ده كان قرار سليم، لانه الاتحاد عايز ان الجيل ده يعمل اكبر احتكاكات قويه مع الاكبر منه طبعا، علشان كاس العالم الهدف كله بطوله العالم اللي في مصر. فطبعا هيقودهم فنيا الكابتن هاني الفخراني، نتمنى لهم يا رب التوفيق ان شاء الله، ونتمنى توفيق لمنتخب الناشئين كمان. الهدف بطوله كاس العالم اللي في مصر ان شاء الله 2021 أكيد. بس ازاي يتم المحافظه على الجيل ده بعد الانجاز الكبير في كاس العالم للشباب؟ سؤال مهم طبعا. الاتحاد عامل تجربه فنيه البعض كان مستغربها في الاول تمام. وبيسال عليها ازاي
انه انت عندك راس الهرم في الفريق الاول هو مدير فني اجنبي او مدرسه اسبانيه تحديدا، لانه كان ديفيد ديفيز وحاليا مدير فني جديد مستر باروندو، فبالتالي هو راس الاداره الفنيه للمنتخب الاول معاه اثنين مساعدين، كابتن هاني الفخراني وكابتن حسين زكي، هم نفسهم المساعدين اللي مع المنتخبين اللي تحت الشباب كابتن هاني الفخراني والناشئين كابتن حسين زكي مع كابتن طارق محروس مدير فني ومع كابتن مجدي ابو المجد مدير فني، فبالتالي في رقابه مستمره للاعبين اللي موجودين في الشباب وفي الناشئين وفي تطبيق للفكر اللي مطلوب انه يتطبق من المدير الفني او المدرسه الاسبانيه اللي هي الافضل حاليا في كره اليد. فبالتالي ده موجود، ازاي نحافظ عليهم؟ زي ما اتكلمنا انه مثلا هيروحوا لانه طبعا كانت دي اخر بطوله للمرحله السنيه بتاعتهم بطوله العالم فبالتالي هيشاركوا في بطوله دوره الالعاب الافريقيه. عندنا كاس امم افريقيه في يناير في تونس للكبار والبطل هيتاهل لاولمبياد طوكيو 2020، بطوله مهمه وصعبه تحدي رخر في مهم تونس جداً. فمن المتوقع كمان انه هيكون في عدد كبير منهم بيمثل القوام الاساسي للمنتخب، لن يقل دمج يعني ما بين الشباب لن يقل عن 7 أو 8 لاعبين. انت بتديهم كل الباور ان انت واثق فيهم، كمان بتخليهم يحتكوا مع اللاعبين اللي معاهم اللي في سنهم الخبرات اللي في المنتخب الكبار. فبالتالي بيحصل تواصل الاجيال اللي احنا دايما بنتكلم عنه، مش هننتظر لما جيل يبطل ويدخل جيل تاني كانه بيطلع من الهواء، فبالتالي ده كان مهم جدا جدا. بتشوف جداً مسيره منتخب الناشئين في كاس العالم ازاي في الايام الحاليه؟ ان شاء الله باذن الله يعني ما يقلوش عن انجاز منتخب الشباب، هم يعني النهارده تعثروا خسروا امام فرنسا 28-24 وكسبوا امبارح السويد فارق 3 أهداف، وكان مكسب مهم طبعا. السويد فرقه كبيره، خساره فرنسا انا شايفها يعني مش هي دي اللي تخلينا نقف عند الموضوع، لا ما هو احنا قبل كده كسبنا فرنسا في الدور الاول وغلبتنا في قبل النهائي، فبالتالي لا يعني الموضوع لسه طبعا اللعيبه عندها ثقه كبيره جدا في نفسها والجهاز الفني كابتن مجدي ابو المجد وكابتن حسين زكي والمجموعه كلها. عندهم ماتش يوم السبت ان شاء الله مع الصين تايبيه وبعدين كندا وبعدين منتخب المجر في اخر مباراه في الدور الاول. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وانا واثق ان هم يعني هيبذلوا قصارى جهدهم، واتمنى ان هم ان شاء الله يعني يعملوا انجاز لا يقل عن منتخب الشباب باذن الله. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق بالنسبه لمنتخب الناشئين، واكيد بنبارك كمان لمنتخب الشباب، واكيد مستنيين اكتر واكتر من المنتخب الاول في بطوله الامم الافريقيه في تونس ان شاء الله عشان تاهل للاولمبياد، ومستنيين منهم اكتر واكتر في الاولمبياد. ده تحديات كتيره جدا للرياضه المصريه بشكل عام، بس مش كره اليد، ده تحديات لكره القدم، وكلنا طموح واحلام كبيره للرياضه المصريه ان شاء الله تتحقق بعد مسانده واهتمام الدوله واللي بتتمثل في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تصريحاته السابقة. يا أستاذ حسام نورتني وشرفتني، وأنا كنت مبسوط جدا أنت معايا النهاردة. أشكرك كبير، أنا كنت سعيد والله بوجودي معاك. شكرا ليك وشكرا لكل السادة المشاهدين. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا أستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق، نائب رئيس القسم الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية باتحاد كرة اليد. اتكلمنا في ملفات كتيرة جدا مهمة. حلقتنا خلصت لكن كلامنا لسه ما خلص، استنونا وحلقة جديدة بكرة من نفس البرنامج كلام في الميديا. إلى اللقاء.